سلام الله عليه. الصخرة التي وضعت مريم عليها السلام نبي الله عيسى عليه السلام من على عاتقها، هذه الصخرة منقوش عليها أسماء أهل البيت سلام الله عليهم، ولعن الله قاتليهم وظالميهم، لا سيما أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وحفصة وهند وأم الحكيم. الصخرة التي تجي تشرب، اللهم صل على محمد وآل وضع محمد وأجل. هذه الصخرة الصماء اللي شالها الإمام علي سلام الله عليه من الفوحة على مود يطلع الماي، وهي إلى الآن جاي يطلع ماي من كيفه، والناس جاي تتبرك تجي تشرب. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم ولعن أعدائهم. هذه الصخرة